من مواليد 1938، قريت في مدرسة العلو أبناء الأعيان، ولما قريت هذوك الدروس في المدرسة حافظهم، فلهذا كان جبت كتاب الأغاني وكنبدا نحفظ الأغاني، الأغاني اللي هما كانوا ديك الوقت بحال فريد وعبد الوهاب وأم كلثوم، وكان اسمه سيدي علي الرياحي، وكان الشيخ العفريت، هادشي كله كان عندي في الدار. شكون اللي كيشري ليا؟ خالي الوليد ديالي كان حداد، كيعمل لك السكات ونقص القدام وداك الشيء في الرحبه. ايوا كنت انا لما كنخرج من المدرسه كنمشي لعندو، كنلقاه موجد ليا الشفنج واتاي ويني فين. طلعت مع شتي الحين، طلعت مع خمسه الخطاط وهبت واحد الخطاط. قلت له با بغيت عتروس، قلت له بغيت تشري لي عتروس. قال لي واخا ولدي. ملي طلعتي مع شتي الحين بخمسه الخطاط وهبتي معاه، شري لي عتروس صغير كبرته، ولا فيه الشحمة، ولا تبارك الله قداش نواش، ولا كيعمل داك العتروس. كيمشي لعندو الخبز وكيضرب الخبزة بالقرن ديالو ويهرب بها ويمشي ياكلها ويعاود يرجع. كانو الوالد يأدي تمن داك الخبزة، مول الشريحة ومول التمر، داير ليهم فوضى هذاك. النهار اللي ذبحو 20 يوم وأنا مريض بالولف ديال داك العتروس، يعني ربي صبح تربية حسنة. لما هذاك العتروس تذبح هما كيذبحوه، لا غادي يصبح تمرض، لا مدرسة لا والو، هي سخانة فيا وصافي. وتيبان لي هذاك العتروس في الليل، تيبان لي كنبدا نبكي، راك خرجت سيدي نجحت في المدرسة، نضج شوية وليت تنفهم. تلاقيت واحد السيد، واحد السيد كان حدا الدار ديالنا في المدينة، بهضمي بعد الخطرات كندوز كنسمعو كيضرب العود. يلاه 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 يلاه، ولي كنمشي حدا الحارس ونوقف. الله يرحمه هذاك السيد قال لي ادخل انت ولد الغرباوي. قلت له ايه. قال لي وعلاش كتوقف؟ قلت له حيت حافظ شي اغاني الا بغيت نغنيهم لك. قال لي جلس هو يهز العود. قال لي اش كتحفظ؟ قلت له كنعرف سمعان، كنعرف ام كلثوم، كنعرف فريد، عبد الوهاب، كريم حمود، هذاك الشيء كاع، هذاك الشيء مطربين القدام الشرقيين. قال لي والمغاربه لو كان حفظ حمد البيضاوي، كان حفظ الرجل رحمهم الله، كان حفظ. وقال لي وغني شي حاجة. قلت له شغل غني لك؟ قال لي اللي كتعرف انت، اللي بغيتي، اللي جاتك. قلت له انت كتعرف الشيء اللي غنقول لك؟ قال لي ايه. قلت له واخا غادي نغنيو مالي فوتين ديال مكلتو. عقبت العود قال لي داي 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 داي، قلت له مالي فوتينتو بلا حظ فتاكي. قال لي الله. اوعى ودر. قلت له ما حط شيء، انا حط انت ما حط شيء. وليت كنعسف بفمي وتنغني. المهم
إلا أصحابه قال لهم هذاك ولا الغرباوي. هي 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 جاب لي واحد الكمانجي في الزوق ديال المعاد. لما جاب لي داك الكمانجي قال لي اسمك؟ قلت له أحمد الغرباوي. قال لي كدير؟ قلت له كنقرا. قال لي في القرايه مزيان؟ قلت له مزيان. علاش؟ قال لي علاش ما تمشيش للمعهد؟ علاش؟ قال لي عارف راسك اش كدير؟ قلت له لا ما عرفش راسي، انا كنقصر مع راسي كنغني الولاء عام ولاء وصافي. كتعجب على شي اله؟ قلت له لا. قال لي غدا تسني هنا في السته تمشي معايا للمعهد. اداني المعهد. لما اداني المعهد كنشوف داك الموسيقيين وانا نتخلع، يعني الدربكية الطرارة الآلاتية. قلت له هادو اش كيديرو؟ قال لي كيقراو الموسيقى. قلت له انا غادي نقرا الموسيقى؟ قال لي ايه. قال لي اش من آلة بغيتي تعزف عليها؟ قلت له الدربوكة. قلت له بغيت نكون دربكي. قال لي مزيان. إذن قال لي أجل هذا القسم، كل واحد داير الجهة، كل واحد فحيط وتيدربك، يلا كل واحد داير وحدك، أنت كتشوف يلا داك داك ديك داك 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 داك. تعلمت الدربوكة، وليت كنمشي مع الزوق ديال المعهد مولاي رشيد الرسمي الحفلات. وليت كندربك، تعلمت الدربوكة، وليت معلم فيها. سعادة المدير الدربوكة صافي. قال لي علاش؟ قلت له العود. فين تعلم العود؟ قال لي واخا. داني القسم ديال العازفين على العود، وكل واحد شكاي. قلت له انا بغيت تعطيني عود وتعطيني بيت في المعاد وحدي، هادو كيجوشو عليا. واحد تيبغي يعمل اندلسي، واحد تيبغي يعمل ملحن، انت كتبغي تعمل الطرب يعني العصري. ايوا ما غادي نتلاقاو شي. عطاني واحد البيت وجلس معايا وتعلمني. ايوا بقيت سبع سنين وانا كنتعلم العود، وليت كنمشي مع الزوق عواد. والله يرحمه كان معنا التريكي مصطفى التريكي، حتى هو كان عواد، ولكن مصطفى التريكي الله يرحمه كان يعني معلم، وتيوري ليا. والله يرحمه كان يعني واحد الروح وواحد المحبه كيحبني. قال لي تبارك الله عليك صوتك هائل، علاش ما تغنيش؟ عاود مشيت لعند المدير كريستياني، تعلمت الدربوكة، تعلمت العود، دابا راه خصني نغني. قال لي اش كتحفظ؟ قلت له اللي بغيتي. قبلت العود، قال لي غني هادي غنيتها، قال لي غني هاد القطعة غنيتها. ايوا قال لي المغني زادني في الزوق، وليت انا هو المغني الرئيسي في الزوق. على واحد النهار من حسن الصدف المدير المعهد عطاني عود، عطاني عود. لما عطاه لي قال لي هذا تهلا فيه في الدار، وفي الدار وحديك عاود. قلت له ولا عليك. عطاني العود، غادي بالعود بحال لي غادي بشي حاجه عندي. ما قدرتني فرحة. أدخلت للدار، قلت للوالدة الله يرحمها كليت خوي جوتي، وقفت العود وبقيت نهرد. الوالدة هو دخل قال سكتوا هاد الراديو. قالت له لا
راه أحمد في البيت كي يضرب في العود وحل حل باب البيت قال لي السلام عليكم. انت قمت يدي بالسلام لنا راسو قال لي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله زيانات اشنو هذا؟ قلت له هذا بابا العود. قال لي واد العود. قلت له هذا كنتعلموا فيه في المعهد الموسيقي. قال لي والقرايه؟ قلت له كنقرا. قلت له كنقرا. قال لي كتقرا مزيان؟ قلت له ايه. وهذا ما احسن؟ قال لي القرايه ولا هذا؟ قلت له هذا. وجهو خرجوا لي على راسي. تخرج عرقي بعد تقول دير شي كوليه هنايا الفكا العود. قلت له ماشي ديالي العود، ديال النصارى ديال المعهد. ودابا قال لي القرايه القرايه ولا خرج عليا. قلت له كاع نخرج. قلت له واخا ما بقيتش كندير عيدان للدار في المعهد. كان جات القضية ديال محمد الخامس الله يرحمه، ما بقات الموسيقى. إوا راجل خالتي خدام في سينما كوليجي ديال الرباط، قال لي تبغي تمشي تخدم؟ قلت له نمشي. قال لي 300 درهم في السيمانة تقطع واقف في السينما. نمشي. مشيت للسينما قدم لي المعلم بديت كنخدمو. وفي الليل كنمشي للمعهد. لا بدا من العزف. كنمشي للمعهد في الستة وفي التسعود كنرجع للسينما نخدم قطع اوراق حتى لانطراكت كنمشي فحالاتي. رجوع محمد الخامس الله يرحمه جالس في السينما وقف تنقطع. كيجي يشوف الاذاعه بر حسن الله يرحمه ولا ما عرفتو ولا باقي عايش. قال لي تكلم المدير الاذاعه. قلت له قال لي دابا رجع لرجليك. مش غادي معاه. دخل قال له ها هو. وكان سمع دخل شكون اللي كان مدير ديك الساعه؟ عبد الله شقرون. شي يقول له هادشي يعني الفضل الله والاستاذ عبد الله شقرون. قال لي جلس. جلست. ملي جلست قال لي كنت غنيتي في غنيه شباب؟ قلت له ايه. قال لي وجيتي الاول؟ قلت له ايه. قال لي دابا غتوظف معنا في الاذاعه. قلت له شنو غنعمل في الاذاعه؟ قال لي مع الجوق. ديك الساعه شكون اللي جا الجوق المتنوعات؟ كان رأس علي المرحوم حمد الشجعي الله يرحمه. عرق قضيه. قلت له انا قلت له انا اش غادي نعمل؟ قال لي اعمل اله من الالات. اعطوني لي كونترباس وليت نعزف كونترباس. بقيت فيها مع الجوق عامين ولا كنعزفها. وشكون اللي كان ديك الساعه مكلف بالجوق اللي حارسه؟ وهو السي حمد الرجال الله يجزيه بخير حتى هو. يعني حقيقه وقف معايا. قلت له راه عندي واحد التلحين خصني. قال لي دخل سمعوا لي. سمعتو له. قال لي مزيان. قال لي كلام ديال من؟ قلت له يلعب دي الساعة بكريم بوعلاقة مدير المدرسة ديال الاتحاد. قال لي مزيان هادشي هادشي هايل. اشنو هو التلحين؟ يعني كتعرف الملحن ملي كيبدا نهار الاول
ماشي بحال اللي كيبرع وكيختر في الالحان ويعني وفي الاداء. قلت له بيضا ومزيانه وخد وردي وعيوننا سنه وشعر هندي وعيوننا سنه وشعر هندي علاش حيرانه يا المسراره علاش حيرانه يا المسراره. قال لي شي مزيان. قلت له ويليه لمين؟ قال لي خليت نبدا مع الجوق. الجوق دي شاي جالس بديت معاهم غنيتها ودرت القصيد. لما درت القصيد الله يرحمه حسن الرامي كان عندنا مدير في طنجة دعا لي ديال طنجة أعطاني ملهمتي. قال لي هادي ديال واحد الأستاذ هنا في الرباط كان هو المدير ديال المعهد الكبير في الرباط كتب لي ملهمتي وأعطاها لحسن الرامي والجبالية. الرقديه لما حليت يعني الغشاد البرا وجبت الكلام كنلقى فيه 36 بيت. هادي اوبيريت ولات ماشي قطعة. المهم ما عجلت الفكرة خليت فيها 12 بيت. كي غنعمل ما نعمل انا روح في الربا اجدو بلحن وهي نفس ذات احلام وحسن قد سباها ما سباني في تمني وهواها من هوى انغام فني انها ملهمتي. قلت هذا بيت هذا بيت مزيان. لحنت القطعه والمقدمه ما عنديش يجيب الله والو والقطعة كلها وقفة على رجليها ولكن المقدمة الموسيقية ما عنديش ما كنرزقهاش. عايش ما نقلب عايش ما نقلب عام وانا كنقلب على المقدمة. واحد النهار كان واحد الفيلم في الدار البيضاء في السينما الأوبيرا اسمه لوجيان لا ستيب فيلم روسي. انا شدك شفت الفيلم معلق وهذا درت واحد الشيء قلت له هذا هو الفيلم اللي خدام. قال لي هو هذا اليوم. دخلت هكا جلست درت لانتراكت خرجنا من لانتراكت دخل بلا الفيلم وانا نسمع تيراري وانا نخرج يلا استاذ الجمعه وخرجت. ديريكت للدار